لكفي بالغ والنفس بالطاهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كلما ذكرك يا ربنا الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، ورضى عن الصحابه اجمعين. اما بعد، فان مجال السيره رياض نظره ورياتين زائره ودواوين عطره، هي السيره المفرده العطره لسيد ولد عدنان، سيد من مشى على الارض وخير العالمين واحب البرايا الى الله عز وجل، جماع الثناء عليه في قول الله تبارك وتعالى: وانك لعلى خلق عظيم، والشهاده له بالبلاء والامانه في قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لله فيما قد طرأ، وصفوه الصفوه الخلق بنو هاشم، صفوه الصفوه من هاشم محمد النور ابو القاسم. وقال ابو خالد: اذا اجتمعت يوم قريش لمقرن فعد ملاك سرها وصميمها، واذا حصلت اشراف عبد مناسها ففي هاشم اشرافها وكديمها، وان فقرت يوما فان محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. وان سيره النبي الخاتم قد حظيت لدى المسلمين بعمايه تفوق الوصف، تتبعوها من الولاده الشريفه الى نهايه الحياه الشريفه. فالسيره النبويه جزء من السنه المطهره، وارتبطت السيره بالتشريع وببيان القران، وجعل الله لها من اسباب الصوم والحفظ لتتحقق بها المصالح الدينيه. فما الدين الا الرساله والمرسل. وإن توثيق السيرة النبوية لهو موضوع يتخاصم فيه فريقان، وتتنازع فيه فرقتان. موضوع أصله بحاجة إلى توثيق، ويتنصع جماعة في نفس مجموعة من أخبار السيرة بدعوى التحقيق العلمي وبدعوى استعمال الاساليب، ويذهب فريق الى قبول كل شيء للسيره، ناهيك عن فريق خارجي من مستعربين ومستشرقين ومن ممن تشرب المنهج اليسار وتعاطوا شيئا من الشرعيات، فتجدهم ينسبون من السيرة ما قد ثبت من أساليب الجياد الصحيحة. وفي البداية يجب أن يتكرر بوضوح أن علم الحديث هو علم صلب وعلم دافع وعلم صعب لا يقبله كثير من الناس. كما قال المحدثون: إن علم الحديث علم صلب، وأين أهل الحديث؟ لم أعد أجدهم إلا في كتاب أو تحت تراب. فإذا استعملنا مقاييس المحدثين في توثيق السيرة النبوية، فيجب مراعاة بعض خصائص الاستعمال. فليس الاستعمال كالاستعمال، وليست محاسبة السيرة لتوثيقها ولقبولها او ردها او تحقيق بعض مواقف فيها، ليس كما نحاسب الاحاديث النبويه. فمحاسبه الاحاديث النبويه يجب ان تكون فيها صرامه
وأما السيرة فيتساهل الناس فيها قليلا، وتأتي بيان ذلك والنقل عن أهل الحديث لأنهم لا يتشددون في السيرة كما يتشددون في نقل الأحاديث النبوية، وأن هذا مجال فيه خصوصية، كما أن الحديث كما أن السيرة النبوية أخبارها التي وردت في طريق الإسناد لا كلام عليها، والتي وردت من طريق أسانيد ثابتة فلا كلام عليها، وما ورد من طريق المنقطعات والمعاصي والبلاغات والروايات الممرضة فهي بحاجة إلى وقوف وتوقف لأجل مدارستها. ثم إن من قواعد هذا الباب أننا قد نثبت حدثاً إجمالياً في السيرة النبوية، ولا نستطيع أن يتكفل لنا الإسناد أو علوم الحديث أن تتكفل لنا بجميع تفاصيل هذه، فغزوة بدر وما تيلتها من الغزوات من أشهر ما علم في تاريخ الإسلام، ونستطيع أن نجزم يقيناً أن بدرا وقعت، وأن أحدا وقعت، وأن الخندق والحديبية وخيبر وحنين وتبوك والفتح كلها حصلت يقينا، وذلك من طريق أو من طرق يقينية، وليس فيها إسناد فحسب، بل فيها إجماع الأمة على التلقي، وهو دليل من أدلة المسلمين في قبول الأخبار، فأحيانا عندهم أخبار يستغنون فيها عن الإسناد ويتحكمون إلى الشهرة كما يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب أبي بكر بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام وبين فيه مقادير الزكوات وما بين فيه بعض أحكام القصاص وبين فيه شرائع وفيه أن لا يمس المصحف إلا طاهر، أن لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا الكتاب يقول أبو عمر بن عبد البر شهرته وتقبل الأمة له وهي مجموعة لتقبلها عن الغرض ولا تجمع على ضلاله يغني عن النظر في أفراد أسانيده وفي طرقه التي وصل بها. قال هذا نسمي عنه بالشهرة مع وجود اليوم من جاء إلى حديث أبي بكر ابن حزم فقال إنه حديث ضعيف والإسناد فيه منقطع وهو الذي نص على أن لا يمس المصحف إلا طاهر، فقال لا يوجد الذي على طهارة من يحمل المصحف فالحديث ضعيف والآية في الملائكة فلم يبقى دليل، والأصل هو البراءة الأصلية، وينبغي أن نلزم المسلمين بالطهارة لحمل المصحف. هذا بحث يبدو لبعضهم أنه مستقيم ولكنه مروج ليس بمستقيم أبدا، وذلك أنه غاب عن هذا المحدث أو الناقد أن الشهرة أغنت عن الإسناد، وأن العلماء أخذوا بقبض جملة وأن لا يمس المصحف إلا طاهر أخذوا بها فأوجبوا الطهارة لحمل المصحف من الرجل والمرأة، وأنه لا معنى لذلك. وكتب بعضهم رسائل وجدتها في كلية آداب المعرف وصادفتها أخرجتها من المعرف لأنها لا تنبئ عن بحث علمي رضي. والمقصود أن باب السيرة ومنها الكتب النبوية هو باب يعامل بمنهجية خاصة. قديما قال العلماء إن ثلاثة أشياء ليست لها أصول: التفسير والمغازي والملاحم. أثر ذلك عن جمع من السلف وأسند ذلك إلى الإمام أحمد للسند المتصل، وأنهم قالوا إن الغالب على هذه الأبواب أن لا تصح فيها أحاديث، بل فيها أحاديث منقطعات ويجب عليها التعليق
ويملك عليها الشيء بغير أصل أي بغير إسناد. وفسر العلماء ما المراد بالأصل في كلام العلماء. وهنا قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله غيرة ما أحسبها مخيلة بموضوعات. وقد قضى في دعوة 50 سنة عليه رحمة الله يحاسب الحافظ ابن حجر العسقلاني ويقول لماذا الحافظ ابن حجر يقول عن قصة الغرائب إن لها أصلا وهي قصة لم تكن في السيرة وهي قصة تنسب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نطق بالشرك وقال بعد قوله عز وجل لما قرأ من آيات النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى أجرى كما تقول قصة الغرائب أجرى الشيطان على لسان النبي تلك الغرائب العلى وإن شفاعتهن لترتجى وهي قصة وإن قال عن المحدث لها أصل أي بمعنى لها إسناد وليس كل ما له إسناد يثبت من جهة إسناد ويثبت من جهة صناعة الحديث فتحدث وانفعل كذلك المعاصر رحمه الله على الحافظ ابن حجر وفي الحقيقة الأمر يكمن في قول ابن حجر إن لها أصل أي روية في أسانيد وهي قد روية في أسانيد بل أصدقها بعض العلماء بقوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي خاطر ألقى الشيطان في أمنيته فينفق الله ما يلقي الشيطان ثم يقسم الله آياته الآية في سورة المؤمنون وأن هذه الآية تشير إلى قصة الغرانيق وأن الغرانيق راجعة إلى هذه الآية من سورة الحج وأن الله عز وجل قد أشار إليها وليس كذلك فالقصة لها أصلتنا لم تكن فذات السياق الأصل فيه إما أن يرثه سند يثبت فهو مقبول وهنا يجب أن نقرر بأن السيرة المستنبطة من الأحاديث النبوية ضئيلة وقليلة ومجالها مشرع وبابها دليل غني يحتاج الى اجتهاد المجتهدين فما اكثر ما يرد من القصص في بنايا الاحاديث النبويه وخذ الصحيحين نموذجا قبل ان تذهب الى غيرهما خذ الصحيحين نموذجا وتامل القصص في بنايا الاحاديث والسير في بنايا الاحاديث النبويه فستجد جمله إما مستقلة بمعناها وبخبرها فهو خبر مستقل وإما أنها تزكي أخبارا غالبة عند ابن إسحاق أو عند ابن هشام أو عند سائر من ألف في السيرة وأنها تزكي بعض الروايات التي وردت عند ابن إسحاق بغير إسناد أو وردت معاطف أو منقطعات أو معلقات أو بلاغات فتأتي هذه الشظائر التي بثت في سرايا صحيح الاحاديث تاتي مزكية لهذا الامر وهنا يقول الحافظ ابن حجر انها ليست من قبيل الاحاد قال الحافظ من زعم ان المتواتر قليل في الاحاديث فهو لم يصطلح اطلاعا واسعا على السنه فمن جمع الاحاديث المتواتره ويقول هي 100 أو 80 أو 120 أو زادت أو نقصت يقول هذا من قلة اتباع أهل السنة وإلا فنتحصل لنا أو يتحصل لنا من طرق الحديث ما يساوي التوافق وهو كثير أشار إلى ذلك في مواطن من فتحه وهذه التي أشير إليها من شبرات من سيرة خير البريدة عليها قول الصلاة والتسليم توجد في بنايا أحاديث صحيحة فلا ينبغي أن ينظر إلى السيرة على أنها سيرة ابن هشام فمتى وجدت لها سندا أخذت بها وإن لم تجد سندا أبغيتها وألقيت بها هذا الشيء وقع فيه بعض المسلمين بمن أراد الإحسان من بني جدتنا ومن أهلنا
وممن في ذاكرتنا ولم يسكنوا، وكان نفسه نفسا شافا، فعلم الحديث علم زادع، علم صارف كما قالوا عنه، وعلم خشن، وعلم يسمونه علم الرجال، وعلم يقول انه يتعلمه ذكران الرجال ويكرهه مخنثوهم، كما قال الناظم: رحلت اصله افضل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الاحاديث، لا يتوب العلم الا لازم ذكر وليس يضيفه الى المفاهيم. علم الحديث صح وصريح وفوق قاسي على الناس. كان شيخنا الشيخ محمد امير المصري عليه رحمه الله يدرسنا ذكر السيره يوميا بين العشاءين في المدينه المنوره، وكان اذا وصل الى حدث من احداث السيره تكلم فيها من تكلم من المعاصرين فضعفها كحديث الطائف وحديث يعلو لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يسار على ما قلت هذا الامر ما تركته حتى اهلك دونه او حتى يظهره الله او اهلك دونه، هذا ما تركته. قال هذا ضعيف. حديث طارق لما رجع من تقيه: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواتي على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني. الحديث بطوله وجماله ويقراه المسلم فيخشع خاشع هذا الحديث عظيم. ضعفه المحدثون على ابن اسحاق وضعف الاول بوجود الانقطاع. فيقول الشيخ محمد امير المصري: ما كنت منهم وما كنت اود ان يضعفوا هذه الاحاديث. فكان الناس يألمون ويتألمون لاجل ان احدا يهتف في بعض ما اشتهر من السيره، وليس الامر دليل على اهل الاسلام. بعدما تكونت الصوره نحن مع علم الحديث ومع توثيق السيرة النبوية من طرف الأسانيد وبكلام المحدثين والعلماء، لكن لا تنسى المعاملة الخاصة والكسراء النفسي الخاص والقواعد التي قعدها العلماء في أبواب السيرة. وقبل أن ينطق ناطق بإلغاء حدث من السيرة أو بتضعيف سياق من سياقات السيرة، وجب أن يكون من أهل الاستقراء التام وأن يكون واسع الاطلاع حتى يحكم، وإلا فإن بعضهم طعن في عهد المؤاخاة الذي نحن بصدده، بعضهم طعن فيه جملة، وبعضهم طعن في تفاصيله، وبعضهم طعن طعنا لنوع خاص. وأعظم ما سمعت في حياتي، وإن تعجب فعجب، قولهم: إنك لا تستطيع أن تأخذ من السيرة النبوية صورة تشخص لك محمدا من هو محمد وما هي شخصية محمد وما قدم محمد وما لم يقدم وكيف كان يتصرف محمد، وأن جزئيات السيرة لو جمعت ما شكلت وحدة كاملة تعرف بمحمد. قالها صاحب الموسوعة وقالها رابا دبليو رابا، قالها صراحة كلامه معي هنا أقرأه وأنا أتقدم، لكن لابد أن نعرف ما حولنا ولابد أن نعرف من هم الذين يصدون عن سبيل الله ويكونها عوجا، والذين يحيفون ضد سيرة نبينا هذه المؤامرات ممن يدعون البحث العلمي. وعجب من المستشرفين الزاعمين لجهاد العلم واستعمال القواعد، وإنما جملة المستشرفين هو منهج النقد التاريخي. أنا ضربت منهج التاريخ عند الفرنسيين ختمته. لماذا ختمته؟ لأننا لما جئنا إلى كليات الآداب سمعنا شعب التاريخ تقول المنهج التاريخي، المنهج النفسي التاريخي. قلت والله لا أطلعن عليه، واشتريت له كتبا، ووافق ذلك حضور شيخي وأستاذي دكتور أكرم ضياء العمري إلى الماضي سنة 90، وقال لي: عليك باتباع هذا البحث. قال وتخصص فيه وألم فيه النظر، وأعطاني بعض المراجع التي تساعدني في هذا الباب. لما تطلع أنت على المناهج النفس التالية عندهم ثلاثة أشياء: التفسير النفسي للمصادر، نفس التفسير، نفس المصادر، ثلاثة أشياء ما يزيدون عليها. وأول من نال بتحويل علم التاريخ إلى علم وبدأ أن يبقى صراعا وخصومات هو عالم إيطالي كان في القرن السابع عشر الميلادي يسمى جيوفاني. هذا أول من قال لهم: دعكم من
خزعبلات التاريخ وطرهات التاريخ والحكايات المتراقمة المتعارضة في التاريخ، تعالوا إلى أن نجعل التاريخ علما خارجا بذاته. فإلى ذاك الوقت يجادلون في علية التاريخ، وما خرجوا بأن التاريخ علم إلا في تلك الفترة. ولما ولدوا مناهج ولدوا هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت، ليس لهم الغربيون خيار في مناهجهم، إنما فرض عليهم المنهج فضلا، لأنه ليس لهم أساليب، إنما هي إجادات. إحنا عندنا في الإسلام الإجابة هي ركن ثاني من أركان الرواية، وهي أدنى طرق الرواية. عندنا السمع بصوت الشيخ، العرض على الشيخ، الإجابة، المناولة، الإعلان، المكاتبة، الوصية، الإجابة، ركن ثمانية. هي أدنى طرق التحمل، وهي ثابتة ولها شرط، وهي معرفة الخط، ولكنها ليست في درجة العرض على الشيخ أو في درجة السماء أو في درجة الإجابة. وهم يطربون لمناهجهم ويعلمونها لأبنائنا في الجامعات، ويأتيهم يتكلم على ما يقوله لامبروا أو سيبونوز أو ما يقوله الشيخ راجب أو كيفان أو بورد أو شاق أو ديفيد روزنثال الذي كان في الرباط قديما، أو فرانك روزنثال الألماني صاحب مناهج البحث عند علماء المسلمين. هذا لا يكون، كان يجب أن نطلع عليه لنعلم ما يقول هؤلاء. فهم خصم للسيرة عنيف، خصم عنيف. وأنا اقتنعت في آيات أنهم لم يرزقوا الإنصاف. المستشرق المجري النمساوي الذي يسمى بوذير نقل في القديم نص مثالي في مسجد العساكر عن الزهري، يقول إن الزهري مات أجبرتنا بنو أمية على كتابة أحاديث. النص في تاريخ دمشق أجبرونا على كتابة الأحاديث، معرف الحديث، هو يقول أجبرونا على كتابة الأحاديث، معناه أنهم طلبوا من اختلاق أحاديث، ليست أحاديث معهودة بالأذهان. هل غابت عنه ألف واللام؟ أم عمية؟ أم هو عمل فرد؟ أم هو كفر الإسلام؟ ويدعون الإنصاف والحياد العلمي، ويتبعهم جماعة ممن يقدسون مناهجهم وأبحاثهم، يقولون كلاما في السيرة النبوية هو الذي يدعو إلى أن نحاججهم بتوثيق السيرة. لا نحاججهم بحماس، لا نحاججهم برغبة، قناعتنا موجودة، وحماسنا لسيرة نبينا منضبط بقواعد وبمناهج، لكن يجب أن يرد عليهم بالشيء الذي يجب أن يكون منهجيا علميا. قبل فترة جلست مع بعض المثقفين المغاربة وهم درسوا في الغرب، قالت لي واحدة منهن: كيف يتزوج محمد زينب بنت جحش؟ وكيف ينظر إليها من شق الباب فتعجبه وكانت في ثياب بيتها؟ قلت لها: أقول لك شيئا وسوف تقلعين عن هذه الفكرة التي تحملتيها في ثقافتي. هل محمد عليه الصلاة والسلام ما هو الأحسن له؟ أن يتزوج بها قبل أن يتزوج بها غيره أم لا؟ قالت: نعم. قلت له: كانت أمامه ولم يتزوجها. القضية الثانية أنه لا تعبد وهو أحرى بها وأولى، وهي تحت مغرب. القضية الثانية أنه محمد رسول الله للعالمين وخير العباد أجمعين، وكل امرأة تتمناه، وكل النساء يعرفن أنفسهن عليه، وأباح الله له أن تعرض عليه المرأة نفسها. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فأعطاه الله الخصوصية، فكيف يتزوجها؟ ثم هو يأمر بغض البصر كما أمر الله، ويرشدنا إلى غض البصر عن المرأة الأجنبية، فكيف يرسل بصره إلى بيتها؟ وهو القائل: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، إنما جعل الاستئذان لأجل النظر. وهو القائل هذا، وهو الذي أتمناه وعلمهم كيف ينظر إلى زينة بن جحش. ثم جئتها بآية من
من صورة الأحزاب وأن زواجه كان زواجا فقهيا تشريعيا محضا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهنا بيان لماذا تزوج النبي زيد بن جحش، وقد أتبعت ذلك في كلام كثير، منه أن موسى أسلم لمحمد، قلت له لماذا؟ قال لأنه لأنه هو الذي علمه أن يتوب التخفيف في الصلاة، عنده أفكار مضحكة أحيانا، وأفكار بعيدة عن المعنى أحيانا، وإنما ورثوها من هذا التوجه الذي يوجد في الدراسات الاستشراقية والمستعربة، وهؤلاء المتبنين للخط اليسار وأصحاب الدراسات التي يسمونها الاستمارية أو المستنيرة، والسائر من يتولى هذا الباب وما أكثرهم في هذا الزمان. والغريب أن هؤلاء يستدلون بهذا الضعيف ويستدلون بالموضوع في السيرة لحاجة في نفوسهم ولأجل أن يفزعوا بالإسلام وفي سيرة نبي الإسلام، ولكنهم يأتون إلى الأسانيد الصحيحة وإلى الأخبار الموثوقة المشهورة التي تركت الأمة بالقبول، ويخدعون فيها ويخدعون ويردونها ويشككون فيها. من جملة ذلك أنه قال إن السيرة لم تبنى بناء صحيحا، وذلك أن السلطة كانت تكتب السيرة، وأن العقيدة كانت تكتب السيرة، وأن السيف كان مسلولا على من يكتب السيرة، وطمعوا وحسبوا أنه ذلك فتنة وقيع في الجراح الرؤاسي رحمه الله المحدث الحافظ الفقيه المعروف، لما روى رواية ولم يكن له زوج سوى هذه الرواية، روى رواية تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ترك ثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم، فرد برده وانتفخ، رد برده وانتفخ، لقد لقي المرار عسى وكيع بن جبر، وهم المسلمون بقتله، وترصد له في كل مرصد وفي كل مكان، وأرسلوا في البلاد إذا دخل وكيع فاقتلوه فإنه يستلم رسول الله، فإنه لا يستلم رسول الله. وهذه عدها هؤلاء الناقمون، عدوها خطوة في تاريخ السيرة وفي تدوين السيرة، وأن السيف كان مسلولا على هؤلاء الذين يدونون السيرة ولم يكونوا في خيارهم ولا في حريتهم كتابة السيرة، مع أن هذه القصة تفرد بها مرات، وبعض العلماء وشهر على أنها عادية، وقد قال الصديق رضي الله عنه جاء من الصلح من خارج المدينة كانت زوجة بالصلح فلم يحضر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دخل رآه قد ممتدا على ألوانه، فقال صدقت حيا وميتا يا رسول الله، قال الصديق وصح عنه فهو طيب في حياته وطيب بعد مماته صلى الله عليه وسلم. الرواية أشكلت عليه فطفقوا دما لحكام زمانهم، وقالوا إن السيرة لم تكتب إلا بهذه الطريقة، ولو كانت فيها صراحة لتركوا وكيعا يروي ما وجده من طريق الأسانيد، مع أن هذه الرواية لم تصح، لم تصح في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وخيار الروايات وجيالها والروايات اللطيفة منها هي ما خرجها الشيخان. الوفاة النبوية مفصلة في الصحيحين من مرضه إلى رفض أنفاسه إلى دفنه، وما قال الصحابة وما قال فاطمة وما قال أنس، كل التفاصيل في الوفاة النبوية متفق على صحتها، لا نحتاج إلى الأحاديث الضعيفة ولا إلى الأسانيد المنقطعة ولا المشكوك فيها، لكن الهوى أو عين الهوى عمياء وهي تبصر القدر في أعين الناس، ولكنها لا تبصر الحجارة الصماء، ولا تبصر الأشياء الكبيرة في أعينهم أو في ساحتهم، لكنهم يبصرونها كبيرة في أعين الآخرين. هكذا يتوجه أصحاب السيرة. ولكي لا أتجاوز الوقت رأيتموني أخفي، ولكن الأمر عندي مرتب لهذه الروايات،
لأذكر بعض الفوائد فقط. رتبوا على ذلك، هذا وقت ده ولم أدخل إلى المؤاخذة، سأقول فيها دقيقتين إذا سمح صاحب رئيس الجلسة شاكرا بفضلك. هذا الرجل كان لا تستطيع أن تخرج بصورة صحيحة متكاملة عن النبي محمد على عجيب. قائل الكفار السليم أحسن منه وأنصح منه وأكثر إنصافا منه. قال قائل الكفار السليم لقد علمهم نبيهم كل شيء حتى آذاها الحياة. قال الكافر القديم وعلمهم كل شيء، هل يقول لا تستطيع أن تأخذ شيئا في سيرته في سننه كل شيء من رواية كل شيء مشوش؟ وخرج إلى مقارنة ما يقال عن النبي عن المغفرة بما يقال عن موسى وعيسى والعهد القديم، وأنها مجرد افتراضات لشخصية تاريخية موهومة أرافوا أو حللوها بسوري مزيف لا يسندها دليل تاريخي موثق. وخرج إلى ذكر مجموعة من المقارنات، يأتي واحد من مناهج التاريخ من أقسام التاريخ عند ذكر الأدب يقول شوف الرجل ماذا فعل، فقد قارن، خرج بمجموعة من المقارنات التي قال إنها تشابهت هي موجودة، حوالي 20 مقارنة، قال توجد عند النصارى وتوجد عند المسلمين بما يدل على افتراقها وزيفها وتهافتها. فجاء بقصة بني قينقاع وأن المشروع في السيرة امرأة جلست في سوق تبيع ورجل من اليهود مسك مؤخرة من حبتها بحجر وضع فيه شوكة، فلما قامت المرأة انسدت علاقتها فانكشفت، فقام به رجل من المسلمين فضربه، فقام رجل من اليهود فضرب المسلم، فكانت بني قينقاع. قال هذه بذاتها موجودة في العهد القديم وموجودة في عند الجاهليين وموجودة في كذا، ولن يجوز أن تتكرر القصة لأجل أن يقال بها جميعا إذا ثبتت أساليبها وثبتت طرقها. وجاء إلى بيتها فذكر شيئا عجيبا حول 20 موجودة في كاملة، وخلص إلى الطعن وقال مشكلة السيرة تقع تحت طائرة النفس من وجهين، من وجهة الرمي جل وجه الجوال، ومن وجه أنها خضعت لحكام وقتهم هم الذين كتبوا السيرة. وجاء في رواية عبد الملك بن مروان وأنه جاء من كتب السيرة وذكر الزبير بن بكار، وأنهم جمعوا بعض روايات تتعلق بمسح الأمصار، فغاض ذلك عبد الملك ونقل إلى من هو أعلى منه، فغاض بني أمية أن تكتب مناقب الأمصار، ومن الذي أغيث بن أمية وما أشبه هذا بمنهج محمد عابد الجابري الذي هو من هذا التيار، وأنا تتبعته في كتبه الإسلام والدولة لمحمد عبد الجابري. يقول إن حديث سفينة عند الترمذي بسند حسن ثابت متصل صحيح عند المحدثين الخلافة في 30 سنة، هذا يسمى حديث السفينة رضي الله عنه، والسفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إنه حديث مكذوب وضعته بنو أمية، وانظر أنت ما العلاقة بين مصلحة بني أمية وبين الحديث، وعند أول نظرة ترى أن الحديث ليس في صالح بني أمية حتى لو اتهم بني أمية، فحكم بأنه حديث مكذوب، هذا في الإسلام ودولة تطبيق الشريعة في الجزء الإسلامي. وهكذا يلفون السيرة، يلفون الأحاديث بمجرد ما يعيد لهم وأئمتهم وقدوتهم وهؤلاء المستشرقون. هذا جانب. أما المؤاخاة فالمؤاخاة أقول فيها في دقيقتين إذا سمح لي الإنسان، أن عهد المؤاخاة أورده ابن إسحاق بغير إسناد، وتبعه ابن هشام فأورده بغير إسناد، ومن وقف عند الكتابين حكم على عقد المؤاخاة بأنه لا إسناد له، وليس الأمر كذلك. عندنا من المؤرخين مجموعة من المحدثين، الطبري مؤلف محدث، عمر بن شبة المتوفى 262 طبع في التاريخية أربعة أجزاء، طبعت في سنة 79، هذا استلمت نسخة من السيد حبيب في المدينة في بيته، وما
ما زالت عندي طبعا مجددات هو الموجود. وعمر بن شفر محدث حافظ له أسانيد. خيبة خيبة الرسول سائر موسى بن عقبة يقول في مالك أشبط الرجل في السيرة موسى بن عقبة. ومن أمثال هؤلاء جمع يفوقون العشرين محدثون أخباريون يرمون السيرة بالأسانيد. فإذا رجعت إليهم وإلى كتب الحديث الكبرى وجدت لهذه الأمور في السيرة أصولا. وما هذا الأمر إلى الاجتهاد؟ أقول في نصف دقيقة إن هذا الحدث ثبت أصله عند البخاري ولم يذكر البخاري تفاصيل المتأخرين. ذكر عبد الرحمن بن عوف مع عثمان، أبا بكر مع عمر، ذكر مجموعة لم يذكر صفحة كاملة من المتأخرين. ولكن كل متأخر قد تجده أصلا في أسانيد الحديث وأنه متأخر مع الصحابي الآخر. وكذلك أول حديث التراخي أفضل تراخي أبو داود في سنده والنسائي وابن جرير في التفسير وابن المنذر وابن أبي حاتم في التفسير والنحاس في الناسخ والمنسوخ والحاكم في المستدرك والبيهقي كل هؤلاء وغيرهم والإمام أحمد في المسند رووا أصل المؤاخاة وبعضهم يذكر بعض المتأخرين وبعضهم لا يذكر بعض المتأخرين. فنثبت حدث إجمالية ثم المؤاخاة ولا نتكفل بإثبات تفاصيل هذا الحدث كما أثبتنا الحدث المجمل كما قال ابن حجر وابن عبد البر وكما قال ابن تيمية كلهم يتفقون على هذه القاعدة. والتسبيح على التطويل والله عز وجل من وراء الطرح وهو الموفق لهذه من جوال السبيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة أستاذنا الفاضل، شارك في محاضرات عديدة بعدة دول وهو أستاذ العلم الاجتماع والفكر الإسلامي المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الوجدة، فليتفضل سيادته مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ العلم والعلماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذه الاستقبال أشكر المجلس العلمي الذي عمل الخاص على هذا اللقاء الذي صار سنة عظيمة نلتئم فيها هذه السنة الخيرة في العلم والفكري حول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في تفاخر جماعي يستدعي معانيها وقيمها ودلالاتها ودروسها. وأخشى أكون ممن ذكره الأستاذ فاضل الرافضي في بداية لقاء اليوم هؤلاء الذين يستحقون أن يذكروا لأنهم يذكرون على الحديث أمام العلماء، ولكن الأمر بارع فأذكر بعض الإثارات في الوقت المحدد إلى المنتهي. بداية الحديث عن السيرة النبوية اليوم حديث رائع واستدعاء كافة المباحث المتعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسورة الإجمال في هذه اللحظة أمر مهم بشكل كبير، لأن ذلك يبقى حديثا مضطربا متصاعدا يحاول أن يعيد الحديث أو عدة الحق كل ملاحظ الحديث عن السيرة النبوية ومن الدراسة في السيرة النبوية الشريفة. وواحد من السنة التي صدرت حديثا وهي من أعجب ما يمكن أن يقع الإنسان كتاب كامل يفرق بين ما يسميه صاحبه بالسيرة النبوية والسيرة الرسولية ويفرق بينهما بالشديد ويقول ان واحدة منهما يصح عن قدمها والاخرى لا يصح عن قدمها. فهو سبق له ان كتب لسنوات كتابا يفرق فيه بين القران وبين الكتاب والقران وامنها كذلك اليوم ربما على امر صلاحيته في كثير من المستويات اشتغال مرتب ومحاوله استعاده الاشتغال بشكل مرتب ومتعلم في الجهاد على سنة النبوية الاجتماعية. وذلك كم كبير من الكتب التي تقرأ في السنوات أو في
الإمام الكثير في الجامعة الإسلام بشكل الأرض والسؤولية واجب المفروض لا أهل في هذا المشكلة الأساس الصلاة في واجبه كلما يحاول أن يبحث في المنهج الذي تم به التعامل مع الخطاب الدموي ومقتضيات المنهج باعتباره المهمة الدور التي دعي إليه النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الوحي إنما عليك البلاء ما عليك إلا البلاء هي أن كثيرا ممن يدرسون هذا الجانب جانب الخطاب لا ينتبهون إلى الخصائص المميزة في هذا الخطاب فيتعاملون معه في كثير من الأحيان قبل أن يشاهدوه في الخطاب البشري فذلك يجب أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في جانب البشرية كما هو معلوم إلا أن وضعه وضع خاص بالنسبة لجانب الخطاب فهو عليه الصلاة والسلام تجلي لعالم الغيب لعالم الشهادة والمواصلة بين هذين العالمين وهو الشخصية التي تجلت فيها النبوة مع لغة استعمال لغة البشر لغة التي يفهمها الناس والعصمة في البشرية والنبوة في البشرية لا لذلك ولذلك يحصل أن تقف بعض الوصفات الموجبة عند بعض المفاهيم في هذا السياق أولا الحديث عن البلاء ما هو هذا البلاء الذي قلنا إن الوحي من القرآن حدده حصريا مهمة أساسية تنتج إليها النبي عليه الصلاة والسلام لأداء مهمته في نبوته ورسالته إنما عليك البلاء وما عليك إلا البلاء إلى غيره طبعا البلاء والرسالة هي مهمة أساسية للنبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه من الأنبياء إبلاغ الرسالة إبلاغ الوحي الذي تنزل عليه عليه الصلاة والسلام إلى الناس وفق المراحل أو المحطات الأساسية التي يفصل فيها الوحي وأنبياء عشيرتك الأقربين لتنذر أمة القرى ومن حولها إلى لتنذر به ومن بلغ ثم أصلاً إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا فكأن البلاغ هنا مرتبط بمجال أداء الرسالة مجال الإنصاف أن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه هذا يقوم بمهمة البلاغ للمدى المجال الذي أمر بأن يبلغ إليه الرسالة فالبلاغ هنا مرتبط بالمدى الذي تصل إليه الرسالة أو يصل إليه الخطاب